وبنهاية ختامنا ختام صباحنا لليوم حنروح لفقرتنا ومساحتنا بالفن التشكيلي. قد ايه اليوم بيحمل جمال وبيحمل إحساس وبيحمل روح؟ بيقول لك الفنان أنا وقت اللي برسم لوحتي بحط روحي فيها. أكيد، وبتلاقي إحساسه العالي والمرهف، ومن خلال لوحاته وألوانه بتلمسي قديش الفنان عنده حساسية عالية وبيكون مختلف عن الأشخاص العاديين. دائما هيك عنده إحساس، هيك تحسي هيك انه عنده شيء خاص في حياته، عالمه الخاص. اليوم رح نحكي عن الفن التشكيلي بتجربه خاصه لضيفنا لليوم الفنان التشكيلي عمر المدني. اكيد حنحكي عن لوحته اللي بتزين العاصمه عن جسر فيكتوريا. كمان بدي اقول لك يسعد لي صباحك وصباحك جمال. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اذا بدي بلش الحديث لازم ما فينا ما نبلش نحكي عن اللوحه الجداريه عند جسر فيكتوريا. خلينا نحكي عن هي اللوحه، كيف عملتها وقديش يمكن حطيت من روحك كفنان، لأنه صارت علامة فارقة لما نقول في قلب العاصمة دمشق اليوم. أول شيء صباح الخير. أهلا وسهلا. هلا أنا من فترة طويلة هالمشروع موجود عندي، بس عم بحاول لاقي مكان ولاقي طريقة أصل لنفذ هذا المشروع. هلا البلد هون مثلا ونفرض العاصمة دمشق موجود فيها أعمال فنية نحت بأعداد كبيرة. صحيح. بتذكر صار في مرة مشروع نحت بمدينة المعارض القديمة، وبهالفترة هي شارك فيه فنانين نحاتين سوريين وعرب وأجانب. وبعد انتهاء المشروع توزعت الأعمال لساحات وحدائق مدينة دمشق، وبعد ما توزعت عملت جمالية للمنطقة بسبب قيمة الأعمال الفنية اللي تقدمت، وهي طبعا اعمال حديثه يعني ما بتتقارن مع الاعمال القديمه والاثار القديمه، فهي منحوتات حديثه فاطفت جمال على مدينه دمشق. فانا هذا الموضوع حببني انه يكون في اعمال جداريه رسم بالاضافه للاعمال النحت الموجوده بمدينه دمشق. فبدات باول تجربه اللي هي رسم معالم مدينة دمشق القديمة بمجموعة بلوحة واحدة. طبعا أنا ما فيني أرسم كل المعالم الموجودة، فيني أخذ الأشياء الأكثر شهرة أو الأكثر قدم والأكثر قيمة ثقافية. هلأ اللوحة الجدارية اللي عم يشتغلها هي مأخوذة في أشياء منها من 70 سنة، في أشياء فيها من 2000 ومن 3000 سنة، يعني هي مجموعة أشياء موجودة كلها بلوحة واحدة، بس مجرد ما تنظر للوحة الجدارية بتقول دمشق، بتقول الشام، بتقول هون. أنا بدي أسألك، يعني كنا عم نشوف لقطات صور من أعمالك ومن حديثك، يعني أنت وصلتنا اليوم لفكرة أنه دائما حتى اللوحات الموجودة معنا بالاستوديو أنه دائما الأعمال الشامية عم تركز عليها ضمن لوحاتك، وهذا الشيء أكيد بيشكل لك حالة خاصة بحياتك. ليش اليوم الأعمال الشامية مستحوذة تقريبا على يعني اهتمام الشامية؟ هلا السبب، يعني أنا بشوف إذا بنروح مثلا على أي بلد بالعالم بنشوف الفنانين بيرسموا بلدهم حبا ببلدهم، حبا بتراثهم، حبا بثقافتهم. فأنا أكثر شيء بيخلي عندي مادة دسمة للرسم هي مناطقنا بمختلف أجواء الصيف الشتاء، فبتخلي المناطق اللي بتخصنا نحن هي إلى الأفضلية إنه نرسمها. والزائر لما يزور سوريا أكثر شغلة بيقتنيها هي الأعمال الشامية والأعمال السورية، حتى ياخذ لمسة إنه أنا مثلا أنا زرت سوريا وجبت من سوريا لوحة معينة. ونشوف نحن يعني بجميع دول العالم بيرسموا حضارتهم بلدهم عالمهم. وطبعا أنا جدا فخور إني أرسم مدينتي. هي واجب اليوم على كل فنان تجسيد هي. وأنا برأيي إنه اللي بيرسم منطقته بيبدع فيها أكثر ما من الغريب اللي بيجي من بلد تانية وبيرسم منطقته. طب خلينا نحكي استاذ عمر، لما نقول يعني في طب يعني فينا نقول قسم كبير من لوحاتك هي اعمال بتحكي عن المناطق القديمه الدمشقيه في سوريا، طب شو الفرق بين هي اللوحتين لما نقول
هون عم نحكي عن الشام الأجزيمة وهون، بس هون في اختلاف باللونية، يعني عندك الأزرق هون أخذ المساحة الكبيرة مع الأبيض، هون لا تدرجات الأحمر. لا أكيد في هيك مشاعر خاصة أو رسالة خاصة تختلف أو بنقل أو الصورة أو الرؤية بتكون مختلفة، أو الخروج عن الرسم الواقعي أو الخروج عن المألوف. أما باللوحة الثانية اللي هي تلج، يعني هي بتعطي جمالية خاصة بأنه التلج لما ينزل على مدينة دمشق كيف يكون شكل المدينة، كيف بيعطيها لون البياض، لون الصفاء، لون النقاء، يعني من هال. بس أغلب لوحاتك فيها ألوان جدا جميلة، ألوان بنقول عنها تفاؤلية فرحية، فيها طاقة جميلة، والسبب تعكس والسبب فرح، يعني أول ما تشوفها ما فيك ما تبتسم. والسبب ما بحب اللوحة الحزينة، ما بحب اللوحة اللي بتعمل حالة اكتئاب عند المتلقي، بتخلي مثلا اللوحة ممكن تستعملها لسنوات طويلة بدون ما تمل منها، أو تشوفها وتغير مكانها بالبيت أو بالمكتب أو من دون ما تمل منها. فالأشياء المفرحة هي أنا برأيي أفضل بكتير أنه أنت كفنان جبت الفرح من خلال لوحة على بيت، يعني هذا الشيء كتير بيسرني وبيسر أي فنان. صحيح. طيب خلينا نحكي اليوم عن عالم الأطفال، وهو هذا العالم مثل ما بنقول السهل الممتنع، يعني قد ما انه سهل التعامل هو صعب بنفس الوقت. اليوم في رسائل شفناها ضمن لوحاتك، شو كنت حابب توصل، شو هي احاسيسك وقت تشتغل اي عمل للطفل؟ هلا رسومات الأطفال انا بشوف من خلال التعامل مع الطفل، الطفل بيحب الـ الاشكال الكرتونيه الخارقه، يعني مثلا الشخص عنده قدرات، شخص عنده قدرات غير البشر، يعني بطل بيحب يشوف دائما البطل اللي بينزل من الفضاء، بيطلع من تحت الارض، الاشخاص الخارقين. وبيحب الطفل شغله ثانيه هي الالوان الصاخبه، ما بيحب الالوان الرماديه والاشياء هي، بيحب الالوان الصاخبه، وبيحب انه الرسومات تكون فيها مشاعر تقدر تخزن بذاكرته ويشوفها لسنوات طويله. يعني مثلا نحن بنشوف مثلا فيلم كرتوني او مسلسل كرتوني من عشرات السنين وممكن نتذكره لليوم، بيترك ذاكره عنا، والسبب في تعلق بين الطفل وبين العمل الكرتوني، حتى لو كان عمره عشرات السنوات بيترك اثر عنده، وحتى ممكن يردد الاغاني اللي سمعانا من سنوات طويله. هلا في ذاكرتنا يعني شخصيات كثير، ولليوم بتلاقي ناس كبرت وعم تسمع الاغاني للمسلسلات الاطفال القديمه اللي سمعتها من عشرات السنوات. طيب استاذ عمر، اذا بدي ارجع على الجداريه بجسر فيكتوريا لحضرتك، قد ايش جميل يمكن نستغل هي النقطه عند الفنانين التشكيليين او يستثمروا فنهم؟ في كثير من المناطق يمكن تعرضت لدمار خلال الحرب، وفي كثير مناطق مثلا قديمه، جسور قديمه بالعاصمه دمشق بدها اعاده تاهيل كجماليه، يعني قد ايش حلو يمكن نشوف الفنانين مو فقط لوحه واحده، يستثمروا عده مناطق لنشر الفن التشكيلي وبنفس الوقت لافاده هي المنطقه لتكون في منظر جمالي اليوم. يعني هذا الكلام اللي تفضلت فيه هو من اهم الاشياء اللي انا خلتني اكون مندفع لهذا الموضوع. يعني انا تقدمت مبادره للسيد محافظ دمشق المحترم عن رسم لوحات جداريه ضمن مدينه دمشق. طبعا. فكتير كتير السيد المحافظ رحب بالفكره وقدم لي كل التسهيلات انه ننفذ هذا العمل. بعد في مناطق هلا هو اعطاني وقت لاختار اماكن. بس الاماكن اللي بدنا نختارها يعني بدها تكون الناس الماره اكثر من السيارات، حتى يقدر الشخص يوقف ويتفرج على اللوحه او كثير جسور أو يمكن قديمه ممكن خرج هلا موضوع عليك. موضوع الجسور انا شفت بكثير بلاد بالعالم، طب شو على اليوتيوب وعلى كذا، هذا الموضوع موجود تحت الجسور، لوحات فنيه بي 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 باغلب دول العالم. صحيح. وحتى في 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 انا بلبنان في صرح للشهداء موجود تحت جسر. صحيح. صرح عمل فني كبير. صحيح. موجود تحت جسر، يعني فكره الرسم تحت الجسور هي جدا جميله ومطروقه قبل هلا باغلب دول العالم. طيب ما بتحاول او ما بتفكر اليوم تنقل هي التجربه لخارج دمشق؟ يعني اليوم حلو كمان نشوف عملك بمحافظات سوريه. انا بتمنى احنا بعنا بكل، خصوصا ضمن الازمه صار لكل محافظه خصوصيتها مرقت فيها ضمن الازمه السوريه.
انا بتمنى يعني بالاضافه انت مثلا بتشوف اللوحات الاعلانيه والمضيئه والاشياء هي، طيب من ضمن هالاشياء اللي عم تشوفها، طيب شوف لوحه فنيه بتعبر عن مدينتك، بتعبر عن حضارتك، بتعبر عن جمال بلدك، بتعبر عن تاريخ بلدك. يعني ممكن في اشياء ببلدنا تراثيه واثريه وثقافيه احنا مثلا في جي ما بيعرفها، فمثلا ممكن الاب قديش ممكن هي يمكن القصص الجميله وجماليه التراث السوري من محافظه لمحافظه يتم نقلها من خلال الفن التشكيلي. يعني لما نحكي عن التراث في مثلا الحسكه بنشوف جداريه بالعاصمه دمشق والعكس صحيح. كثير كثير فكره حلوه، يا رب هيك نشوفها ضمن مشروعات، يعني يكون في اقبال من كل فنانين سوريا صحيح. للتعامل بالتعامل مع هذا الموضوع حتى نضيف لجمال بلدنا جمال جديد اللي هو لوحات جداريه بتتكلم عن حضارتنا وعن عن عن الاصول الجميله لبلدنا وتعريف الاجيال القادمه عن الاشياء الجميله، وبالاضافه انه ممكن نرسم لوحات حديثه بتتحدث عن دمشق الحديثه، بتتحدث عن دمشق وتطور دمشق والمراحل اللي مرت فيها دمشق من الاف السنين حتى اليوم من خلال لوحات جداريه، يعني تكون اللوحه هي تروي قصه. هيك بسؤال اخير اليوم، اي فن عندنا موجود بسوريا واي حلم بحاجه لدعم، بدايه شو هو الدعم اللي انتم بحاجته كفنانين تشكيليين والواقع السوري للفن التشكيلي، هل هو بخير اليوم او لا؟ هلا جدا الواقع بخير، بس المشكله تسويق يعني مثلا اللوحه في كلفه لوحه، في كلفه مواد، في كلفه كذا، بس تسويق اللوحات بسوريا بسبب الظروف البلد، بسبب ظروف الناس، تسويق اللوحه كل الفنانين السوريين بيشكوا من هذا الموضوع انه التسويق ضعيف، بس في طريقه التسويق اليوم هي عن طريق الفيسبوك والانترنت، عم توصل اللوحه انت لاكبر عدد من الناس عن طريق الفيسبوك او عن طريق وسائل التواصل بشكل عام، فاللوحه اليوم ما عادت عم تنشاف بس بسوريا، عم تنشاف ويتعلق عليها من 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 وراء البحار صحيح. يعني هذا الشيء كثير بسر انه كيف انت وصلت لوحتك بعد ما خلصت رسمها بثواني لدول العالم، يعني فهذا الشيء بيعطي قيمه للوحه وبيسلج القلب انه انت قدرت مثلا توصل فنك وعن الناس عم تشوف لوحتك ببلاد بعيده، وحتى يعني ممكن حتى يصير اقتناء من خارج سوريا صحيح. عن طريق التواصل الاجتماعي، ومحبه الناس للوحه، محبه الناس للفكره هي اللي، وانا طبعا عندي كثير امثله بهذا الموضوع كيف الناس اشترت لوحات وهي برا سوريا يعني وقدرت هي مثلا انت لما تشوف لوحه بتقدر تكبرها تدخل لتفاصيل الدقيقه، فممكن انت تقتنع انه انا ممكن اقتني هاي اللوحه من خلال بس صوره على السوشيال ميديا. صوره صحيح. صوره صحيح. اكيد بالختام نشكرك الفنان التشكيلي عمر المدني، نتمنى لك التوفيق بمشروعك وان شاء الله يا رب هيك نشوف توسع كبير لمشروعك لوحات جداريه مو فقط في دمشق في المحافظات السوريه، ومثل ما قلت تكون لوحات جداريه تعبر عن التراث السوري هيك متبادل بين المحافظات، مو فقط انت كفنان تشكيلي، نتمنى لك كل الفنانين التشكيليين يكون شريك معك بهيدا المشروع. شكرا كثير لك، شكرا لكم، يسعد صباحك، شكرا لحضورك وان شاء الله هيك بشوفك دائما باطلالات ولوحات جميله، ويكون اليوم الدعم من حقكم، اليوم نحن ندعمكم اعلاميا واكيد الجهات المختصه للفن التشكيلي. شكرا لحضرتك. شكرا لكم، وان شاء الله بس تخلص اللوحه هيك بس تنتهي، حد الان هي اللوحه ببدايتها، فان شاء الله بس تنتهي مصوره حتشوفوا ان شاء الله لوحه بمنتهى الروعه ان شاء الله. شكرا، اتمنى إليك.